المهنية والجيدة أهم من أي يوم آخر. إحنا بنشتغل لقضية عادلة وقضية الكل بتمنى. التجربة علمتنا إنه إحنا قادرين إنه نعمل شيء في أصعب الظروف. ولا مرة استسلمنا للظرف بالرغم من كل تعقيدات. لا مكان لوجود شخص أي كان يأخذ رمتان لمصلحة تيار أو فئة أو أي شخص. حالة الصراع لن نبقى حياديين في هذه المسألة. في قسمة الوطن إحنا مش حياديين. في دمار غزة إحنا مش حياديين. في دمار الإعلام المحترم مش لازم نكون حياديين. لازم نرجع زي ما احنا نشتغل عن قضيتنا، نشتغل عن قصتنا.